سميتي لمياء العمري، باغي نهضر دابا على حساب الدخول الموسم الدراسي. قالك اما عن بعد اما حضوري، وبالنسبه لنا عندي واحد البنت الاخ ديالي ها هي معمره ما قرات، هي اصلا معمره ما قرات، معمره ما دخلت الروض وما عرفت داروا هذا الشيء. ودابا عاد لهذا العام تحضيري ما عرفتش كيفاش غادي تقرا، وقالك عن بعد ما يمكنش غتقرا عن بعد في الدار، ما عارفه لا مدرسه لا والو، ما عارفه لا قسم، ما عندهاش التقنيه على الاستاذ كيفاش غيقريها. واش شكون هو هذاك، واش باها الاستاذ ولا عمها ولا شي حاجه، ما عارفاش نهائيا، وما عارفاش غتكتب، حتى الكتبه ما غتعرفش تكتب، ستيلو ما غتعرفش ستيلو، كيفاش غتكتب في الدار؟ ما نقراوهاش في الدار، شكون غيقابلها؟ حنا تنبيعو شي، شكون غيقابلها؟ واش غنديرو؟ كاين مشكل، حنا هادشي التعليم راه ضرنا بزاف. في المدرسه غتمرض لينا، وفي الدار غادي ما تقرا لنا والو، وحنا غنوحلو. غتسقط بحال ما غتقرا حتى شي حاجه، غتسقط غتضيع العام، بحال اللي غيمشي لها العام هكاك. هي اعوام شاو ليها، ودابا تزيد هذا العام الثاني ديال التحضير غيمشي ليها. ما عمرها مشات للروض نهائيا، ما قاريش باش تقريها، وبناتهم تيخرج يخدم، ولاد ما بوحدهم غادي يجيو بوحدهم، عاد تيمشيو مدرسه وتيجيو بوحدهم. هذه ما عمرها مشات مدرسه نهائيا. نشوفوا يدير معنا شي حل تدريجي، اما يقسم يدير بالتناوب، ولا يدير سنه بيضاء على كل شيء. طبق مسار، ماشي عليا تنهضر، انا تنهضر على الناس بصفه عامه. ولا اجل الدخول المدرسي، الوقت يكون ان شاء الله بما تقاد الوقت وداك الشيء، وتحيد عندنا هذا المرض ان شاء الله بما تخرجوا اللقاحات وداك الشيء، وحيد عندنا هذا المرض. وسي امزازي يا سي الوزير ديالنا، تنطلب منك بالنسبه ليا انا تنهضر على الناس، الله يرحم لك الوالدين، اما تاجلنا شويه الدخول المدرسي. انا ام وحس بيا، راه بنتي وعندي هذه بنت خويا صغيره، وعندي بنتي تتقاني في الثامنه، وتنخافوا على المرض، راه خايفين على المرض، حنا دايرين احتياطاتنا، تنخافوا، تنتمنى منك تأدي لنا. دابا الدريه كبيره غتفهم، ولكن الدريه صغيره ما غتفهمش، غتبقى تلعب، غتقيس الروبيني في المدرسه، بزاف د الحوايج ما تقدرش تعقم راسها، مازال الدريه كبيره غتقدر تعقم راسها. تنتمنى منك دير لنا اما بالتناوب ولا تأجل دخول المدرسه الى وقت لاحق. شكرا، اسي امزمازي.